جماعي بجماعة زي جماعة عفوا بريسي دال السي طارق أزدوفل والمكتب التنفيذي مش سبقنا في ذات الكرامة وكذلك كينغ السي محمد الزرهوني الذي نوجه له تحية هيديو سيني شد الريحة الزيبوية فما عندك غير ذي عين المكان ممثل الفيدرالية الجهوية للسيد للميناء المتوسطي لا مش تورم من الاخوان وغنغمين غناني كثار من الجان من تورم يعني العدسه نوم اتيتي سبيانا ما حدا نصيوض اونة تبرت امار يودان ذوي القلوب الرحيمه مش تورم داني تتو الحمد لله كل شيء يعني يعدو دي مش نوزون الشين غنغدان نتيجه المجموعه العائلات يعني وجب وقت ذي الخط من الفقر وانما اقل من الفقر يعني تعيشن زعما صراحة من معليك تغبو ذا دوم تديني غامني غيس ووروها ربما وتكسي مشا مش تيد مصوار خودي الساعة تاع ومش تورم الحمد لله تقيم الممثل للفيدرالية والجمعيات المنضوية تحت لوائها جاج المبادرة يعني يعني صراحة يرفع له يرفع لها القبعة ديس إعانات لملابس شتوية ديس مجموعة من الأغطية وديس مواد غذائية وكذلك لدينا طاقم طبي مش تورم يتعالج يخزر الإخوان على حساب مديس نشان سكوار طونسوني إلى غير ذلك الدكتورة سونيا يعني صراحة تجيج الواجب ضم قران ما حمد هذا نتحاول كنا خصو ديك الاخوانا نشر خويا ساعتا وغارمين غينيغ لحقاش مالك كنقيم السوارة غنقيم النهار يكمل السوارة والسبب ضد المعاناة من وداني غانغدا داني تيت هؤلاء يعني مين داش غينيغ تسون طمار دار نسو جنة يعني وغاصن والو وغاصن لا اغطية وغاصن لا يعني مارة العيش الكريم مش نقانشين مارة من يسكو العيش الكريم وغاصن شغل ودانا يعني إناقة المنسيين لدرجة أن الجهات المسؤولة الناحية الجماعية وغاصن تيكو نهائيا غاصن يجي المشكل ضم قران تعيش ثاني تدي المنطقة يا والتوارم لا دكاكين لا مدارس لا يعني من داش غين لا كهرباء لا ماء لا حتى شن حاجة ومن الشين كسيخ العاتق النغ الحمد لله نقم إجن صوندا ذا نتيت موامل ما حدا نحاول ما أمكن أسنكش مع الأقل من غسوني وذانا على قدر الاستطاعة عنا اشتوالا مع الإخوان نتمنى إن شاء الله ثابرتا طوذي مار يوذان إتجا يعني غيورين يوزونا ذا قنر خار ذي ثندين تانغ لحقاش ما لاد خصدا تحارب ذا قشا الحال ما لاد خصدا التوين يعني أتكسب الثواب من الله عز وجل هاقش ماني غتكسب الثواب ألمي غتبدد ألمي غتبدد اتخزام المعاناة تعيشن اجن الدوار قناة الدوار واد المال كي ديوسين دي زيو وغانغ مجموعة من الدواوير تعانا زي نفس المشكل لذلك نتمنى ان شاء الله مرة دين نترقب يعني الخدمة دين تقنشين كفيدرالية الكرامة اتحاولنا الخزان غيودانا لحقاش تعانا نجل المعاناة يعني صراحة مش ناوي المعاناة تعاناني وداني غانغ دي المشرق إلا تعيشني جل المعاناة وزمان شين أتنتصور قان صورة في الصوت وصورة في الفيديو وتما حدا تسميني الجندانية لذا مش تورا مداني تيت كين غداني تيت بعض الإخوة أسنكش من الكلمة ما حدا تحاول هذا متصور يعني المعاناة الإخوة يغان غداني تيت سجن المنظور جديد تفضل السي حكيم باعتباره منسق العام لحركة متطوع النظور تفضل السي من غيني سي كمال ويجي من غنيني ولكن شرق غيج نداء نداء المجتمع المدني نداء الجالية المغاروة في المجلد الخارج أنه نقص لك شهد تسكية عفوا شن الزكاة لغاية شن الصدقة أمشانا تحتاجة إنها مشانا تواري من تواري غيتا تواري غيتا أزرو يوذان تعيشن بزرو باش الناس كمال الأغطية وغاس نشا ما الشوا التكويد وغاس لا ثوب لا يمان لا 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 مدارس لا تعليم لهذا لا صحة لهذا أنادي الجميع أنه نخسر جشان خان لنغشان الزكاة التي يسمون التي يشو مشانا السلام عليكم سي طارق السلام عليكم شكرا الإخوان وانا غير من غادين الإخوان حقيقة كنا إذا نتعيش من الظروف صعبة يتص عشان الظروف صعبة ولهذا نشين
ونقابو المسؤولين اللي تنعاشات يمكن تسلم الوضعيه غير تعيش في مهنا نسيو النداءات ذوي القلوب الرحيمه غنبقى الحمد لله ودا ندير سنخا غنغي ودا غاسل الثمانيات وازون ماني غاكن الثمانيه نسنا جنوب شنا ديالي صحيح ماشي خطا وان شاء الله قتوالا الاخوان لا وعد لا مدارس لا غابريد لا يمان لا تفاوت دوزان سبحان الله هنا 120 صدوط ما مسكين لا حول ولا قوه الا بالله 120 صدوط ما هنا اذا نتيج النداء الاخوان نجزهم بخير اخذني تا اخوانا في درجه كرامه معروفه وسيت لي بلان وقا الحمد لله الاخوان صوان كلشي كلشي خزان دايز اشنو ماشي لنا السي حكيم وني خصنا لي صداق ني الزكاه إنا أولى زكين نغنيش مشتور إنا في نادي زوالي ديال الصدقة كنا إنا من عادمين مقطعين لا صحة لا والو بنادم ما يهرش والسيقة زي غنكفو القفص اللي يقول السنيكا قول شن 10 كيلومتر والو غاسند والو ولكن إن شاء الله سجدنا ربي الإخوان اللي كنفوز كفوز إن شاء الله تنقذني نقينا روح والسلام عليكم ورحمة الله قبل ما نختم وعي حجة طبيعة الحجة فاطمة سيدي دينا صراحة محترمة كنحترمها بزاف بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه الذي أعاننا إلى أن وصلنا إلى هذا المكان مع هذه الوجوه المؤمنة النيرة إخواني ذكروا كل ما يحتاجه هذا الدوار من ماء ومدرسة وصحة وكل شيء وأنا انطلاق من اختصاصي أقول أن هذا الدوار يحتاج إلى غداء روحي قبل الغداء للمعدة يحتاج إلى مسجد يضم هؤلاء الناس ليجتمعوا على كلمة الله نحن نفكر دائما في المعدة ولا نفكر في الروح الروح لها أهمية ومنها أن الله سبحانه وتعالى سيبارك في هذا الدوار إن شاء الله وأنا أعدكم إن وجدت الأرض فتأكفل إن شاء الله بعون الله ببناء مسجد متواضع لهذا الدوار وأشكر الإخوة كل من ناحيته لا من الناحية الصحية ولا من الناحية البرية والإحسان وأتمنى من الله سبحانه وتعالى أن تدوم هذه الشعلة الإيمانية في قلوبنا جميعا لنسير قدما ونزيد من هذه الاعمال الخير والبر والسلام عليكم ورحمه الله تعالى. اذا ميلود قد نفسي.